أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم الأستاذ عبد الفتاح والمدام نينا، مؤسسين وأصحاب غابات القوقاز للتجارة. نحب نرحب فيكم طبعا أول شيء معنا في البرنامج من خلال شاشتنا المتواضعة، ومنحبكم تعرفوا حالكم للسادة المشاهدين. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بالمحل ان شاء الله رب العالمين. انا اسمي عبد الفتاح محمد، مؤسس وصاحب محل غابات القوقاز للزيوت، وهذه زوجتي مدام نينا مرينوفا. يعني مشروعنا البسيط مشروع عائلي، وبدانا على بركه الله وان شاء الله ربك يوفق باذن الله تعالى. مدام نينا، ويلكم، وي ار ريلي جلاد تو هاف يو توداي ان اور شو. تيل اس مور اباوت ذا ايديا، وير ديد يو جيت ذا ايديا فروم؟ Welcome to our shop. I am so happy to be in your shop today. So idea in our small family business, it's actually pandemic help us. We are suffering jobless and you know, not have nothing to do. So I check in social media. There is, I found someone who was advertising for Urbage. Then I just thinking what's meaning of the Urbage. So I Google it, I start to learn about this product, and I found out it's very helpful. It's amazing. If make it them follow the correct technology, it's amazing. That's really nice, and we are really happy to be in this unique shop. أستاذ عبد الفتاح، حابين تخبرنا أكثر عن المنتجات اللي بتقدموها للعملاء. هي مثل ما قالت المدام انه الفكره كانت صعبه جدا وفي وقت صعب جدا. فالمنتجات اللي احنا قاعدين نسويها هي منتجات طبيعيه وبيور، وعباره عن زبده مكسرات بجميع انواع المكسرات، من طحينيه، من فول سوداني، من كاجو، من لوز، من سنسم، وجميع انواع الزيوت الطبيعيه نعصرها مباشر امام الزبون للمصداقيه. زيوت طبيعية، ما فيها أي إضافات، ما فيها أي شوائب، ما فيها أي شيء، صحية وهلتية وهذا اللي نقدر نقدمه على الزيوت. ما شاء الله عنكم بصراحة، تنوع في المنتجات والمصداقية فعلا مثل ما حضرتك تفضلت سبب من الأسباب اللي بتخلي دائما الزبائن أو العملاء يرجعوا على نفس المكان. طبعا سوق الإمارات التنافسية فيه شديدة جدا وكبيرة للغاية. حابين نعرف شو المميز وشو اللي بيخليه فعلا الزبون او العميل يرجع لغابات القوقاز. صراحه احنا لسه بادئين في الشغله، مو متعمقين فيها جدا، بس في عندنا ميزه واحده، ميزه شيء جدا مهم، ان الشيء نسويه امام الشخص نفسه. لا لف ولا دوران، قدام الشخص يقول لي ابغي هاي، يسوي له هاي. ثاني شيء، احنا ما نستخدم التكنولوجيا، احنا نستخدم العاده اللي كان يدي ويدتك زمان يسوونها، اللي هو بالرحى، مثلا طحينه الفول السوداني والسمسم والكاجو نعملها بالحجر، بحجر رحى مثلا. ممكن ارويك اياها كيف نعملها بالضبط. اكيد راح ناخذ فل، لا تكنولوجيا نستخدم ولا اي شيء، فالامور طبيعيه، واهم شيء انه قدام الزبون احنا نسويها. ما شاء الله عنكم، والله طبعا يطرح لكم البركه، نتمنى لكم دائم التوفيق والنجاح. استاذ عبد الفتاح، خبرنا اكثر عن الرؤيه والهدف اللي حضرتكم حاطينه للسنوات القادمه باذن الله. طال عمرك احنا ماشيين لحد ما قلت لك احنا لسه بادين، واحنا ماشيين على خطوات سهله وبسيطه، ما نبغى نقفز ولا نصدع نفسنا، شويه شويه بالحبه حبه. فاحنا الحين الشيء المهم عندنا ان نغطي دوله الامارات كامل، اول مبدئيا نغطيها كامل، وربنا يسهل ان شاء الله نفتح مكان اخرى في فروع. We already received some orders from Bahrain, from Saudi, so inshallah we will start to export our healthy organic things. Inshallah, we hope all the best for you and for Ghabat Al-Quqaz للتجاره as well. حابين طبعا ما ننسى ولازم نذكر دائما الامن والامان في دوله الامارات العربيه المتحده، والنعمه اللي انعم عليها رب العالمين على دوله الامارات بفضل شيوخنا الكرام. حابين نعرف من او ناخذ رايك في الموضوع، الامن والامان في دوله الامارات ماذا يعني لك؟ طال عمرك شهادتي فيهم مجروحه، يعني معروف الامن والامان في دوله الامارات العربيه المتحده، و ما عليه كلام. يعني احنا عايشين في ظل رعايه الشيوخ ورعايه الحكومه الامارات، يعني ما اقدر اقول غير
الله يحفظهم ويخليهم دخول لهذه الدولة. حابين كمان نعرف في نهاية حلقتنا طبعا نتشكرك أول شيء thank you مدام لينا for being in our show. حابين نعرف أكثر كيف نوصل ونتواصل مع غابات القوقاز للتجارة. طول عمرك احنا موقعنا في دبي في سوق المرفأ جزيرة الديرة، هاي كلها يسموها جزيرة الديرة في سوق المرفأ. ممكن تتواصلوا معنا عبر الانستغرام، عبر الواتساب، عبر التلفونات اللي بعطيكم اياها ان شاء الله. والمكان موقعنا سهل جدا في ديرة في سوق المرفأ، جدا سهل الوصول اليه في الباص، في القطار، في العبرة، عبر جميع وسائل التنقل، لانه الموقع ممتاز جدا وسهل الوصول اليه باذن الله تعالى. طبعا نحب نشكرك مره اخرى ثانك يو اولسو مدام لينا فور بينج ان اور شو. الى هنا اعزائي المشاهدين هي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيوفنا المميزين، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.